أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وبدأت شعائر الصلاة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم أعقبها ترديد تكبيرات العيد. هذا وأدى صلاة العيد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.